مرحبا بك لالا زينب، المطربة صاحبة الصوت الجميل، الصوت الذهبي. بارك الله فيك. تبارك شكرا الله عليك. شكرا خويا، اولا شرفتينا. انا بالعكس، انا كيحصل لي الشرف انني موجوده معكم. بارك الله فيك في هذه الليله الجميله. يعني قبل ما ندوزوا الليله الجميله، نعم. سي وليد طلع وعطانا الاغنيه الشعبيه بامتياز، اليوم رايك في سي وليد اليوم؟ واخويا سهيل، انت اليوم جبتي غير كما كنقولوا باللغه العاميه النقيلات ديال 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 الفن الشعبي. بارك معنا خويا وليد، ومعايا عديد من المفاجآت باش ما نحرقوش. فعلا كاينه معنا الاستاذه. خلينا ما نحرقوش. انا ما غاديش نقول. لا ولكن تبارك الله معك اليوم ناس في المستوى. بارك الله فيك، شكرا لك، هذه شهاده. لالا زينب، انت تعتبري من رواد الفن ومن رواد الطرب. نعم. واغانيك يعني الزمن الجميل، واش نشوفوك في سهرات وحفلات ما شاء الله. انت غتكبرني دابا بزاف. نقولوا الواقع، نقول لك الواقع، مازال فقط صغيره ما شاء الله. اليوم الاغنيه المغربيه، الاغنيه الطربيه، فين وصلت في 2022؟ حنا في ليلتها اش غادي نقول لك؟ اللي بغى شي حاجه راه كيقلب عليها. للاغنيه المغربيه يعني بانواعها، لا العصريه ولا الشعبيه ولا الاغنيه الطربيه العربيه. فالمستمع او المشاهد او الجمهور المغربي اللي قلب على شي حاجه كيمشي للمستوى ديالو. والجمهور المغربي راه جمهور ذواق وسميع، وكيعرف وكيفرق ما بين الحاجه المزيانه والحاجه اللي ذو المستوى. لا لازم باقين عندنا اصوات اللي نقدروا نقولوا الخلف ديالكم، باش باقين اصوات قويه اللي يغنيوا الطربي؟ كاينه اصوات جميله واصوات قويه. المشكل فين كاين؟ ماشي في الاصوات، الاصوات موجوده، هو ان الميدان الى شاهدتي والى انت راك تبارك الله انت راك مواكب الاحداث، انهم ما بقاوش كيقلبوا على الصوت. الناس اللي مسؤولين على البرامج الصورة. ولات ماشي حتى الصوره، ولات معايير اخرى. ليكا، البوز، مسائل اخرى اللي انا بالنسبه ليا ماشي هي المعيار ديال الفنان. داكشي علاش الحمد لله حنا اختارينا الاصوات الجميله اللي تكون معنا في ليله الحمد لله. رأس السنه حنا فرحانين مادام شباب في المستوى ديالكم انهم كيجيبوا ناس في هذا المستوى. الحمد لله الفن اكيد راه في خير تقدم ان شاء الله باذن الله. لا زينب، حديتينا على 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 2021 دازت عليك فيها الحزن، اكيد داز علينا الوباء كما قلت مع وليد، بزاف الامور. الحزن على العالم وعلى المغرب وعلى يعني فقدنا احباب وفقدنا ناس كنحبوهم، مرضنا ومرضوا ناس احبابنا، والحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يرفع علينا هذه الجائحه يا رب. لالا زينب، عاودي لينا على شي طريفه من الطرائف وقعت لك في 2021 تتكون تضحكك، يا مع الجمهور يا مع بيتك يا مع مش اي حاجه جات من عندك مقبوله. طرائف كثيره كتوقع يعني ملي كتكوني بحكم اننا كنا في الجائحه ومرضنا وصحينا وجات التلقيح ودرنا التلقيح، يعني الانسان ولا داير احتياطات الى غير ذلك. هذه طريفه بسيطه نعاودها لك نضحكوا الجميع. هو انني كنت في الطوموبيل مع راجلي وتلاقينا مع واحد الفنان كان عندنا واحد الغرض، وكنت كلمه فعلا يعني كل شيء الناس لقحات، انا ملقحه، راجلي ملقح، كنسحب حتى داك الفنان اللي معايا اللي تلاقينا به راه ملقح، وكنهضروا شويه وصلنا للتلقيح. يلا هضرنا على التلقيح، لقيته هو لا علاقه له مع التلقيح. في البلاصه درت لكم ما ديالي وقلت لي اسمح لي صفر. يعني ما دير لا تلقيح، ما داير لا تلقيح لا والو، ما عندوش هو كاع ديك الفكره ديال ان كاين شي حاجه يعني من كثره الخوف ديالي من المرض. ما بقتش عقلت. نتمنى ولا لا زين بينتها لي انني خايفه منه. فعلا نتمنى ولا لا زين في 2022 يترفع علينا هذا الوباء ويعم الخير على المملكه المغربيه وترجعوا، واخا عرف انه كاين الازمه في الطرب، كاينه في الاغاني، يعني وقفت واحد المده. الازمه على عده مجالات، ولكن المجال الفني متضرر اكثر بحكم ما كاينش تجمعات، ما كاينش حفلات، ناقصين. وحنا في ليله راس السنه ما يكون حتى شي السنه، يعني الاحتفاليه ما خاصهاش تكون في محلات عموميه الى غير ذلك. كنطلبوا من الله يرفع علينا. فعلا غير توضيح فقط، فحنا ليله راس السنه عاملينها لكم بدون جمهور باش نتبعوا الاحترازات ديال الدوله ديالنا، ونتمنى ان شاء الله ما يدخل غدا باذن الله
ولا يكون شي بلاغ اللي يفرحنا ويفرح المغاربه ويفرح المغنيين والمنتجين وجميع المغاربه داخل المغرب او خارج المغرب. لالا زينب ضروري غتسمعينا شي حاجه من اختيارك، شي حاجه طربيه نرجعوا بها للزمن الجميل. مادام حنا في هذا الجو الحمد لله اللي كنعتبروا انا جو عائلي ومعنا فنانين كبار ديال الاغنيه الشعبيه، انا اليوم ندير طرب نقدم للجمهور المغربي اغاني طربيه اللي هي كاينه اطلال، مقطع من اغنيه اطلال، ونديروا اسمعوني. مرحبا، اذا اسمعوني من صوت الفنانه زينب ياسر، تفضلي استاذه. يا ما عشقنا وشربنا شربنا سنين شربنا سوا من الهوى وشربنا شربنا شربنا سوا ودوبنا يا ما دوبنا يا ما يا ما دوبنا وتعذبت قلوبنا دوبنا يا ما دوبنا يا ما دوبنا وتعذبت يلا حب سألو قال ما عرفوش ما شفتوش ما بلتوش ما عرفتوش قبلي لابلو كلمو سألو عن اسمي سألو عن حب سألو قال ما عرفوش وما قابلتوش شفتوش تفليلة باللوم كلمون سألو عن اسمي سألو عن حبي سألو قال ما عرفوش ما قابلتوش أنا ما شفتوش ما عشقتوش قال يعني مش فاكرين مش فاكرين مش فاكر ولا فاكر حبي بين حبي بين حبي بين وأيامنا سوا يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حبي بين حبي بين حبي بين وأيامنا سوا قال لكم إيه هو لحد النهاردة حد النهاردة ده النهاردة بيفتكر يلا أيوة يلا أيوة الله 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 الله
قدر الزمان. اخويا وليد الرحماني ولالا هند طبعا سهيل، وتحيه للفرقه الموسيقيه ايوه لالا هاجر، وطبعا الكل في باسا تيفي. أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.